هنتكلم النهاردة عن الصلاحيات، ازاي اقدر ادي مستخدم معين صلاحيات معينة من الاعدادات، اعدادات المستخدمين، صلاحيات الاستخدام. بقول له جديد، اقول له مثلا يوزر وبقول له حفظ. كده انا كريت مستخدم او صلاحية اسمها يوزر، ببدأ كليك عليها، كليك كده انا واقف مدير النظام معاه كل الصلاحيات، كليك على اليوزر مش واخد صلاحيات خالص. والله بقول له بقى انشاء قاعدة بيانات جديدة، انشئ ويعرض ويحذف تعديل. تمام، بقول له مثلا استعاده مثلا بيانات الشركه اعرضها لي. ماشي، يبقى انا كده اديت له بس صلاحيتين لحاجه، صلاحيتين. اول صلاحيه اللي هو ينشئ قاعده بيانات، تاني صلاحيه اللي هو مثلا يشوف بيانات الشركه. طب لو قلت مثلا على عرض الحركات، العرض مثلا الموظفون هنا، قلت له بس شفت الموظفون وضيف لي، مالكش ولا تحذف ولا تعدل، بقول حفظ. ماشي، انا كده عملت لا صلاحية. ازاي بقى ابدأ ادخل بالصلاحية دي من بيانات المستخدمين؟ بقول له جديد، هقول له مثلا احمد باسم المستخدم، كلمة المرور مثلا 1 2 3 4 5. احمد ده هتقول اي صلاحية؟ فهقول له ده اليوزر. اسم المستخدم مثلا هقول له اسامة. حفظ، تعالى كده بقى نطلع خالص من البرنامج عشان نخش باليوزر بتاعنا. هقول له اللي هو كان أحمد وكان 1 2 3 4 5. دخل، تعالى مثلا نعرض مواعيد العمل، ما عملتهاش صلاحية، جات الموظفين ملهاش. طب تعالى نعرض الموظفون، أنا كنت قلت له اعرض الموظفون وضيف لي بس ما تحذفش. طب تفتكر قلت له ضيف لي بس ما تحذفش، أنا قلت أحذف مش هيحذف. طب ضيف، هيبدأ يضيف عادي بس احذف لي مش هيحذف. تمام، ده الجزء الخاص بالصلاحيات. لو رجعت تاني دخلت بالادمن بالاكونت الاساسي اللي هو ادمن معايا كل الصلاحيات دلوقتي خلاص. ماشي، لو انا عايز اغير كلمة المرور، تعديل بيانات الدخول، اسم المستخدم، ظهر لي كل المستخدمات اللي عندي. هقول له مثلا الادمن غيره لي مثلا كلمة المرور دلوقتي هي ادمن، غيرها لي مثلا الى اي كلمة، مثلا اي كلمة واي اكس سي، اكدها واي اكس سي. يبقى انا كده غيرت الادمن الى الواي اكس سي، تم الحفظ بنجاح. ده ازاي ابدا اعدل على بيانات الدخول للمستخدم. ده الادمن ممكن اغير بقى لليوزر، اغير للاسامة، اغير لاي حد. تمام كده، شكرا.